هلا والله فيكم في حلقة جديدة من حلقات مشاريع الإمارات. اليوم بغطي لكم ثاني أكبر مسجد في الإمارات، مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة. هذا المسجد موجود في وسط المدينة ويخدم 10 مناطق سكنية. حابين تعرفون أكثر عن هذا المشروع؟ تعالوا معي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. إبراهيم الكعبي، مدير فرع جامع الشيخ زايد في إمارة الفجيرة. خبرني أول شيء عن موقع المسجد، أو أقصد الجامع، شو يميز وجوده في إمارة الفجيرة؟ طبعاً مثل ما أنت تعرف، اليوم موقع الجامع جداً مهم. أصبح الجامع في وسط مدينة الفجيرة تحديداً، يحيط بالجامع طبعاً أهم الشوارع والمعالم الرئيسية في إمارة الفجيرة. اليوم الجامع يقع وسط 10 أحياء أو 12 حي، يضم قرابة 50,000 نسمة. طبعاً نحن اليوم قريبين جداً من الشوارع المهمة، شارع حمد بن عبد الله، قريبين جداً من مراكز التسوق. طبعاً يتيح لنا فرصة كبيرة إن نحن نستقطب أكبر عدد من المصلين والسياح والزوار لهذا الجامع إن شاء الله. حابين ندخل داخل نستكشف داخل المسجد؟ تفضل. أشكرك. ما شاء الله المسجد وايد ما شاء الله عود وشرح والتصميم مختلف. صحيح. بالنسبة للإمارات، خبرني عن الجهة المشرفة لهذا المشروع أو الجامع. طبعاً الجهة المشرفة على الجامع هذا هو مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي، ويعد طبعاً أحد الجهات التابعة لوزارة شؤون الرئاسة. بالنسبة لمكانه وضخامته وتصميمه المختلف والعثماني، هذا راح يجذب السياح، ففي فرصة للسياح دخول هذا المكان. طبعاً الهدف أن يكون هذا الجامع مركز ويكون مقصد لأكبر عدد من المصلين. طبعاً ومن ضمن الخطط إن شاء الله راح يتم إنشاء مركز تحفيظ القرآن، فيه مدرسة دينية لنشر علوم القرآن وتفسيره، وكذلك إن شاء الله راح يتم إنشاء مكتبة دينية ضخمة تضم عدد كبير من الكتب، يستفيد منها أكبر عدد إن شاء الله من المهتمين بالثقافة الإسلامية وعلوم القرآن إن شاء الله. في شهر رمضان تم افتتاح للمصلين في أول شهر رمضان، بداية شهر رمضان، حدثني أكثر عن هذا الوقت. طبعاً مثل ما تعرف أنت، تم افتتاح الجامع هذا في أول يوم رمضان الماضي. الحمد لله كان الإقبال جداً كبير. خلال شهر رمضان استقطبنا 3 أو 4 أئمة من القراء المعروفين، وكان العدد جداً كبير، حضر أكثر من 11,000 مصلي، خصوصاً في ليلة القدر. هذا يعطينا أن بالفعل الجامع راح يكون له دور كبير في إثراء الحياة الدينية هنا، وراح يكون مقصد للمصلين إن شاء الله بشكل كبير في الجامع. أشكرك أستاذ إبراهيم الكعبي، مدير فرع جامع الشيخ زايد في إمارة الفجيرة. الشكر موصول لكم، تحتونا الفرصة نعرف الناس ولو بشكل مبسط عن الجامع ودور الجامع إن شاء الله، نتشرف بوجودكم معنا إن شاء الله. شكرا. شكرا لك.
مراحل بناء المشروع من البداية لين النهاية والتحديات بنعرف أكثر مع المهندس علي التميمي. الله يسلمك. خبرنا أول شيء الجهة المنفذة في تنفيذ المشروع. مشروع جامع الشيخ زايد في الفجيرة نفذ عن طريق وزارة تطوير البنية التحتية وفق أفضل وأعلى المواصفات العالمية في التصميم والإنشاء، ويعتبر هذا المشروع ضمن مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويرعاه. فهذا يؤكد حرص سموه على تلبية كافة احتياجات المدن بكل احتياجاتها في مختلف المجالات. بدأت أعمال تصميم هذا المشروع والذي يعد ثاني أكبر جامع في دولة الإمارات بعد جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة أبوظبي، بدأت أعمال التصميم في شهر يونيو 2005، وبدأت الأعمال الإنشائية في هذا المشروع في مايو 2010، واستغرق تنفيذ هذا المشروع ما يقارب 1060 يوم عمل بمتوسط 750 عامل يومياً كانوا يحضرون لهذا المشروع لإنجاز هذه التحفة المعمارية اللي قاعدين تشوفونها اليوم. أشرف على هذا المشروع بصورة يومية ما يقارب 18 مهندس. بالإضافة إلى ذلك التحديات اللي واجهت هذا المشروع ثلاث تحديات رئيسية. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود فريق المشروع قدروا يتخطون هذه العقبات. فكان أول تحدي عندهم بناء المنارات اللي قاعدين نشوفها اليوم. وبالإضافة إلى ذلك عندك القبب، وطبعاً إحنا حبيت أشير إلى أن عدد المآذن اللي موجود هنا عندنا في الجامع 6 مآذن وبارتفاعات شاهقة، عندنا 4 مآذن بارتفاع 100 متر والمأذنتين الأخرى بارتفاع 89 متر. بالإضافة إلى ذلك القبب اللي موجود عندنا اليوم تم استخدام وسيلة فنية سهلت من عملية البناء، وهو استخدام الفايبر جلاس. والتحدي الثالث والأخير مثل ما شاهدنا ارتفاع القبة الموجودة داخل الجامع، فهي على ارتفاع شاهق فتطلب تركيب أنواع خاص من الصقالات اللي بدورها ساعدت على سلامة العاملين في المشروع، وأيضا ساهمت في عملية وتسريع عملية تنفيذ إنجاز هذه القبة. غير المسجد نفسه في خدمات ثانية موجودة في الجامع، صحيح. تقدر عرفنا عنها؟ بالضبط، ممكن نحن نأخذ زيارة ونشوف الخدمات المتوفرة عندنا في الجامع. حالياً في قاعة متعددة الأغراض، صممت هذه القاعة وخصصت لعقد المحاضرات والدورات والورش اللي يقيمها مركز جامع الشيخ زايد. بالإضافة لذلك بجوار هذه القاعة يوجد مصلى النساء، ففرصة أن نروح نتعرف على مصلى النساء. بما نحن الحين موجودين في مصلى النساء وما شاء الله المكان وايد شرح وكبير، خبرني مساحة الاستيعابية للمصلين. يعني بشكل عام جامع الشيخ زايد في الفجيرة يحتل مساحة واسعة في قلب مدينة الفجيرة، وتقريبا تقدر المساحة الإجمالية للأرض التي خصصت للجامع ب 182,885 متر مربع، وكما تبلغ المساحة الإجمالية للبناء ب 38,000
850 متر مربع. ما شاء الله. وأضف على ذلك أن الجامع يستوعب 28 ألف مصلي. والقاعة اللي الحين فيها الحين مثل ما تشوفوا يا أحمد خصصت ل 2500 مصلي من النساء. ما شاء الله القاعة جدا كبيرة وراح تفيد عدد كبير من النساء. علي التميمي رئيس قسم الخدمات الفنية والعامة، شكرا لك. شكرا أخوي أحمد. لا. هلا فيك أمينة الحمادي، أخصائية جولات ثقافية. خبريني عن التصميم، من وين مستوحى هذا التصميم؟ هذا التصميم بشكل عام يحاكي أساليب العمارة التركية اللي معروفة في العصر العثماني. على سبيل المثال الطراز الثالث في العصر العثماني اللي اشتهر فيه المعماري الشهير سنان باشا، فيتضح في جامع الشيخ زايد أساليب العمارة العثمانية بشكل جدا واضح. تحتنا أشوف ما شاء الله تصميم الزولية أو الديكور اللي ها، فخبريني أكثر عن هذا التصميم. حالياً إحنا في المصلى الرئيسي، وأول ما يلفت الانتباه في المصلى الرئيسي وجود هذه السجادة الضخمة. هذه من أجود أنواع السجاد البلجيكي في العالم. ما شاء الله. تبلغ مساحة هذه السجادة ما يقارب 12500 متر مربع. تتميز بتصميمها الإسلامي التقليدي، وهذا الشيء جداً واضح من خلال الزخرفة النباتية اللي نشوفها في السجادة. اللي يزيد هذه السجادة جمالاً ورونقاً وجود خطوط الصلاة اللي ما تطغى على جمالياتها وزخرفتها. خطوط الصلاة مرئية وغير مرئية في نفس الوقت، بس تتضح لما المصلي يوقف عليها عشان يكمل الصفوف. المصلي يوم يوقف المصلي اللي بعده يعرف خط الصلاة. نعم. فيكمل عليه. نعم. شيء حلو. صحيح. وايد حلو. صحيح. شدني انتباه هذا الشيء اللي فوق الثريا كبيرة وواضحة وتجذب الانتباه، فبعرف أكثر. صحيح. عنه. احنا حين في المركز فوقنا مباشرة في مركز القبة الرئيسية، أكبر ثريا في جامع الشيخ زايد في الفجيرة. طبعاً الثريا أول ما يلفت فيها الانتباه نقدر نسميها ثريا كريستالية، كمية الكريستال اللي مستخدم في الثريا، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل النحاس المعتق أو النحاس المطلي بالذهب. هذه الثريا وزنها تقريباً 7 أطنان، من أحد أثقل الثريات تعتبر، وتوجد تماماً في مركز القبة الرئيسية في الجامع. وطبعاً القبة الرئيسية بحد ذاتها تبرز فن العمارة العثماني. مثل ما شايفين القبة عبارة عن تقاطعات، مش قبة واحدة. هذه التقاطعات صح في نفس تتدرج مع بعضها البعض بانسجام وتناغم، وتشكل قبة مركزية واحدة قطرها أكثر من 45 متر. ما شاء الله. بغيت أعرف عن المنبر، أروح للمنبر بعرف ميزات هذا المكان، ليش هو مختلف عن أي منبر ثاني في الإمارات؟ تفضل حياك. طبعاً المنبر في جامع الشيخ زايد في الفجيرة يعتبر تحفة فنية بحد ذاتها. المنبر يعتبر من أحد أقدم الملامح المعمارية تتواجد في الجوامع في العالم، حتى بدأ مع بداية أصلاً العمارة الإسلامية وبداية بناء المساجد. فأنا حابة أعطيك تفاصيل إضافية عن الملامح الفنية والزخرفة اللي موجودة في منبر هذا الجامع. تمام. أبرز ما يميز المنبر في جامع الشيخ زايد في الفجيرة هو دقة التصميم والتفاصيل الزخرفية مثل ما أنت شايف حالياً. طبعاً هذا تصميمه عثماني وأحد أقدم التصاميم الإسلامية للمنبر في العالم. يتميز بارتفاعه بشكل عام. التصميم العثماني للمنبر فيه ارتفاع شاهق وتنوع أو تعدد في عدد الدرجات الموجودة. فهذا المنبر ارتفاعه أكثر من 18 متر وفيه أكثر من 27 درجة. ما شاء الله. شد انتباهي الشكل المخروطي اللي فوق
في شيء، شو اللي يميز هذا الشكل؟ طبعا القمم المخروطية هي شيء معروف وتقليدي في العمارة العثمانية، ويمكن الشيء اللي يميز هذا المنبر حال المنارات في العصر العثماني انها تنتهي بقمة مخروطية وتنتهي بهلال، واللي هو طبعا الهلال لا علاقة بدورة القمر والتقويم الهجري. شكرا أمينة الحمادي على هالمعلومات القيمة عن تصاميم العثمانية. شكرا على الاستضافة. العفو العفو. مشاهدينا، قبل أن ننهي حلقة اليوم راح نقدم لكم ملخص عن أهم مميزات هذا المشروع، مشروع مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة، ونلتقي في حلقة جديدة. بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، انطلق تنفيذ مشروع جامع الشيخ زايد في إمارة الفجيرة عام 2010، وهو ثاني أكبر جامع في الدولة بعد جامع الشيخ زايد رحمه الله في إمارة أبوظبي الأكبر على مستوى المنطقة. المساحة الإجمالية لموقع الجامع حوالي 39 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 28 ألف مصلي، ويتألف المبنى من طابقين أحدهما تحت الأرض، وفيه مصلى للنساء يتسع لحوالي 4000 مصلية، وقاعة متعددة الأغراض وأماكن الوضوء للنساء، وبعض الغرف الخدمية. ويحتوي الطابق الأرضي على قاعة الصلاة الرئيسة للرجال، وتتسع لنحو 12000 مصلي. كذلك تتسع الساحة الخارجية لنحو 12000 مصلي. يحيط بالفناء الرئيسي للجامع 4 أروقة تعلوها 35 قبة صغيرة، وست منارات بارتفاعات تتراوح بين 80 و100 متر، وأماكن للوضوء، ومواقف خارجية تزيد عن 4000 موقف، ويعد تحفة معمارية حضارية تضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة في دولة الإمارات. حظي مشروع جامع الشيخ زايد باهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حيث وجه بلدية الفجيرة بعدم اعتماد أي مشاريع سكنية أو خدمية في محيط الجامع باعتباره منارة إسلامية شامخة ستحيا لمئات السنين المقبلة. كما صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة كتاب يوثق معمار هذا المسجد الفريد وفنيات تصميمه. نفذت أعمال المشروع الإنشائية وزارة الأشغال العامة بتكلفة إجمالية بلغت 237 مليون درهم.